اهلا بيك يا شباب الفرقه الثالثه شعبه محاسبه واداره تاكس اكاونتنج ليكتشر 10 اللي هي اخر لكتشر. طيب اخر جزء في التاكس اون سالاريز بيتكلم على حاجه اسمها لام سام تاكس، ودي بتطبق بنسبه 10% لو انا اخدت فلوس. بتطبق على حالتين، اول حاله فيهم لو انا received amount not from my employer، يعني not from my main employer. يعني مثلا لو انا دلوقتي رحت درست في حتة تانية غير جامعة حلوان، يبقى هيتطبق عليا حاجة اسمها lump sum tax. اي amount that will be received هدفع عليها ضريبة 10% total amount، تمام؟ وبتطبق على ال non-resident. ايه ال non-resident دول؟ اللي هم الاجانب لو قاعدين، أو المقيمين اللي قاعدين في مصر فترة أقل من 183 يوم. لأن لو قاعدين فترة أكتر من 183 يوم يبقى ده معناه إن هو ريزيدنت، هيدفع ضريبة عادي جدا تتحسب بالشرائح الضريبية بتاعتها. تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي إن في government employee was delegated to examination work in Cairo University، يبقى ده مكان غير مكان عمله، هيدفع ضريبة كام؟ 10% على طول، يبقى 10% من 1800 التاكس عليه 180 جنيه. طيب تعالوا نشوف ال non-resident ده. هنا a company of the Egyptian private sector conducted an agreement with a foreign expert to work during 2017. The term of his employment can it include the following. هيشتغل ايه بقى؟ هيشتغل 5 شهور. He shall be received an amount equal to 40,000 per month that the company shall meet the cost of his residence. طبعا طالما الشركة هتدفع له cost of his residence ليه هو بس، يبقى ال in-kind benefit دي تعتبر ايه؟ tax بالعادي جدا. يبقى هو اخد 40 و4، اخد 44,000 في الشهر في 5 شهور، يبقى اخد 5 شهور في 44,000 multiply 10% اللي هي التاك ريت، يطلع ان هو هيدفع ضريبه 22,000. طيب بعد كده طب لو عدى 183 يوم، يعني هي 35 150، لو عدى مثلا 200 يوم، 183 يوم كان شغال 200 يوم، لا هنا بقى هيتحاسب عادي جدا الفول اماونت اللي اخدها، وان ال 4000 بتاعت الفندق دي تو ميت هيز ورك، يعني اكزامتد، واول ونطبق بالشرائح الضريبيه العاديه اول 15,000 زيرو، وهكذا وهكذا وهكذا. ده لو كان مقيم، انما هو هنا غير مقيم. طيب المهم تعالوا نشوف المساله دي. A company in the Egyptian private sector conducted an agreement with a foreign expert to work in Egypt during 2018. The term of his employment includes the contract period 9 شهور that he shall be paid an amount 25 في الشهر و $1,000 هيتحولوا له in his account. The company shall meet the cost of his residence in one of the Egyptian hotels with an amount 4,000. طيب والدولار كان ب 18 جنيه. اولا 9 شهور يبقى هو عدى ال 183 يوم، يبقى ده ايه؟ ده مقيم، اتحاسب عادي جدا بالشرائح الضريبيه العاديه جدا، تمام؟ طيب ازاي هنحسبه؟ اولا هو اخد 25,000 في 9 شهور، واخد $1,500 في 9 شهور، والدولار كان ب 18 جنيه. يديني الاماونت دي، بعدين البيرسونال اكزامشن 7000، ال 7000 ده للسنه، نضربهم في 9 على 12، يبقى الانيوال تاكس بيز اللي احنا هنحسب عليه هو 462,000. هنحسبه بالشرايح الجديده اللي احنا اتفقنا عليها نكنسل ده، اللي هم ايه الشرايح اللي اتفقنا عليها اللي هنطبقها في كل حاجه، خلاص مش هنطبق غيرها. اتفقنا يا شباب، نكتبها تاني علشان الناس تبقى اوير بالموضوع. اتفقنا ان احنا هنطبق من 1 لـ 15,000 0% أكتر من 15,000
وإلى 30,000 2.5% من 30,000 وإلى 45,000 10%، دي اللي هتطبق في أي مسألة سواء نون كوميرشال أو السلم. أكتر من 45,000 وإلى 60,000، يعني 45، لا هنا 10%، أكتر يبقى وقع في الشريحة دي. 15% من 60,000 وإلى 200,000، 20%، أكتر من 200,000، 22.5%. دي الشرائح الضريبية اللي احنا هنطبقها في أي حاجة، تمام؟ طيب خلي بالك إن ممكن يبقى فيه سنة، ماشي أوكي، طب الـ workers، الـ daily worker، daily worker ده عامل بياخد wage مش salary، فعادي جدا زي ما حسبنا الـ tax on salary هنحسب له الـ إيه؟ الـ wage. daily worker شغال، ده ملوش علاقة بـ resident ولا non resident والكلام ده كله، فأنا طيب. فـ daily worker ده شغال بـ private sector بياخد 250 per day for the first of November until December، يبقى اشتغل شهر نوفمبر 30 يوم، ديسمبر 31 يوم، اشتغل 61 يوم بياخد 250 جنيه، توتال ريفينيو 15,250، بيدفع لايف انشورنس 15%، يبقى هنقسم الأول البيرسونال اكزامشن، خلي بالك 7,000 جنيه ده للسنة، احنا هنحسب ال 61 يوم يبقى هنقسم على 365 يوم السنة ونضرب في 61 يوم يطلع لي البيرسونال اكزامشن بتاع الفترة اللي هو قاعد فيها، ونجيب النت ريفينيو بتاعه. بعدين نقسم اللايف انشورنس، اللايف انشورنس 15% من النت ريفينيو او 3,000 بنختار الاعلى، بعدين اللي احنا اخترناه ونختار الاكتوال بايد ونختار الاقل، ويطلع 12,520. تعال نحسب الضريبه، الضريبه للراجل ده هتبقى ايه؟ هتبقى زيرو، لان هي اقل الشريحه الاولانيه، يبقى التاكس ديو اللي عليه زيرو. بس دي كل الافكار. خلي بالك ان وانت بتحل في التست بانك اللي انا حاططه لك على الجروب بي دي اف، هتحل هتلاقي في مساله ان الراجل اشتغل في سنه 2017 وسنه 2018 مثلا، فقعد في 2017 50 يوم فور اكزامبل يعني، وقعد شغل في 2018 200 يوم. احنا اتفقنا ان الضريبه دي بتتحسب سنويه، يعني سنوي 2017 منفصل عن 2018، فهحسب ان 2017 هو كان نون ريزيدنت، كل اللي هياخده انكلودنج البنفيتس بتاعته 10%، و2018 هحسبها على ان هو ريزيدنت بس كده، تمام؟ طيب خلي بالك ان هو لما كان هنا لما كان ريزيدنت ما حسبناش مصاريف الاقامه بتاعت الفندق بتاعه ضمن الريفن. ليه؟ علشان احنا اتفقنا مع بعض ان مصاريف الاقامه بتاعت الفندق دي اكسبنس نيسيسري تو بيرفورم الورك بروبرلي. امتى هتتحسب ضمن ايراداته؟ لو هو كان نون ريزيدنت، فكل اللي هتاخده ايا كان هو ايه هتدفع عليه 10%. انما لو انت ريزيدنت بتتعامل المعامله العاديه بتاعت الايه؟ المقيمين والشرائح الضريبيه والاعفاءات والسؤال، تمام؟ نخلي بالنا ان البيرسونال اكزامشن 7,000، و7,000 ده للسنه، احنا عندنا اقل من ايه؟ من سنه، وهكذا، تمام يا شباب؟ كده ده المنهج بتاع التاكس اون سالري، ذاكروا كويس، شد حيلكم، بالتوفيق ان شاء الله.